اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. الدنيا برد، ناس كثير بتسالني ليش مربي لحيه اخر فتره واللحيه طولت تحلقها وصار فيه كلام. بدي احكي لكم شغله بس موجوده في كندا. شهر اكتوبر معروف في كندا بانه شهر العنايه بصحه المراه، وخاصه ورم الصدر او سرطان الصدر. عشان هيك بعد فتره من ما قرروا هذا الشهر، قرروا انه شهر نوفمبر يعملوا انه شهر العناية بصحة الرجل، وخاصة سرطان البروستات لانه اكثر اشي بصيب الرجل، فسموا نوفمبر موفمبر، شهر موفمبر. الام اجت من من عشان يعتنوا بعناية او صحة الرجل. معظم الرجال في هذا الشهر في نورث امريكا والعالم بيحاولوا انه يربوا المستاتش اللحيه. طبعا انا ربيت اللحيه سوري الشوارب، انا ربيت اللحيه والشوارب. يعني هذا تقليد انه انك بتدعم صحه الرجل وبتحاول انك تعطي اويرنس للناس انهم يروحوا ويفحصوا البروستات تبعتهم بشكل مستمر، خوفا من انه لا سمح الله يكون عندهم كانسر او سرطان او ورم سواء حميد او خبيث. طبعا هذا الورم مش هحكي عنه من ناحيه طبيه هلا، لانه اي واحد بيقدر يسال طبيبه المعالج. بعد ال40 لازم تعمل كل سنه او سنتين فحص دوري، زي المراه كل سنه لازم تعمل فحص للثدي. الله يعفينا ويعافيكم وسلام بشهر موفمبر. راح اورجيكم بعد شوي بس احلقها في بدايه ديسمبر، فخليكم معي بالفيديو. اليوم 1 ديسمبر، خلصنا موفمبر، الآن تقريبا خففنا وزي ما انتم شايفين رجعت لطبيعتي. شهر كامل كان تحدي، واتوقع انه الرجل بيستاهل. انتبهوا على صحتكم وان شاء الله دائما تضلكم معافيين وصحيحين.